حلم جميل، وأنا أيضا إنه حلم رائع. قفاز وقبعتان لكما أيها الأخوان. هنيئا طفلي الهامي حضور العم إسكاف سيهديكم حذاء عن البر هو الشافي. تقدم أيها الحافي. تقدم أيها الحافي. هي الحلوة هي الحلوة، وأصنافي لكم دوما محلات بطعم الجوز واللوز مع القهوة، ولكني أحذركم وأنصحكم بأن لا تكثروا أكلا من الحلوى، 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 لا تكثروا أكلا من الحلوى. هاكم نقودي وادفع في الحال منها، لكن حذاري تصرف بالصرف منها، وانتبه لا تبخل لمن أتاكم سائلة، خذا نقودا واصرف في الحال منها. يا صوت الموسيقى تكلم واعزف بالألحان ترنم، يا صوت الموسيقى تكلم وعزف بالألحان ترنم، غرد كالعصفور وأروع واطربنا حتى نتمتع. يا صوت الموسيقى ترنم، Thank you.
نبحث عن اثنين نريد أن نجعلهم أسعد 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 سعيدين. ها؟ ها؟ ماذا أرى؟ أرى اثنين تساوت أشكالهما مع لون الأرض وفي هذا البرد القاتل. استيقظا أيها التعيسان، هيا استيقظا. ها؟ حرّكهما حرّكهما بقوة، أسرع أيها الجندي قبل أن يتجمد أنفي من البرد. أكسو أيها التعيسان، هيا استيقظا، ألا تسمعان؟ هيا استيقظا قبل أن يتجمد أنف الحاجب. كفى كفى أيها الجنود كفى. من أنتم؟ ها؟ نحن جنود الإمبراطور الطيب، ولكن أين آلتي الموسيقية الذهبية؟ وأين الموسيقيون الماهرون؟ لماذا توقفوا عن عزف ألحانهم الجميلة؟ ها؟ أين ذهبت العجوز؟ ها؟ وأين الخياط؟ وبائع الحلوى؟ وصانع الأحذية؟ ها؟ أين ذهبوا؟ ها؟ إحساسهما بالبرد دفعهما إلى الهذيان. الحمد لله أنقذناهما في الوقت المناسب. لو تأخرنا قليلا لتجمدا من البر. كفى أيها الجنود كفى. أي هيا تحرك هيا هيا تحرك هيا. إلى أين تأخذوننا؟ إننا لم نفعل شيئا. صمتا صمتا يا أتعس تعيسين في الإمبراطورية كلها. صمتا. عجبا لكما، لا أذكر أننا تعرضنا في الأعوام السابقة لمثل هذه الصعوبات. لقد كنا نعثر على المخلوقات التائسة بسهولة كبيرة. كبيرة. لابد أن تحسنا كبيرا ترى على أحوال المواطنين في الإمبراطورية. هيا تحرك هيا. هيا تحرك هيا هيا. ها؟ إننا لم نفعل شيئا. هيا تحرك هيا هيا. إلى أين ستأخذوننا؟ إننا لم نفعل شيئا. هيا يا أتعس تعيسين في الإمبراطورية كلها هيا. نبحث عن اثنين أتعس تعيسين، نريد أن نجعلهم أسعد 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 سعيدين. سيدي الإمبراطور.
أمر سيد الإمبراطور الطيب ليدخل الحاجب الأمين. تحية سيد الإمبراطور الطيب، لقد نفذت أوامركم واستطعت أن أعثر على أتعس تعيسين في الإمبراطورية بعد بحث طويل. أتعس تعيسين؟ أدخلهما فوراً. هيا تحرك، هيا. التحية لسيد الإمبراطور الطيب. ولكما مني التحية. من أنتما؟ أنا موسيقي، أحسن العزف على آلتي هذه. وأنت؟ أخي يعزف وأنا أغني. ما اسمك؟ اسمي بوم. بوم؟ بوم 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 وأنت؟ اسمي يولا. يولا يولا. هل أنتما تعيسان؟ من أي الأقاليم أنتما؟ لا ندري، لقد نسينا كل شيء. ولكننا نحلم بالسفر إلى المدن البعيدة، حيث المروج والأزهار والأنهار، وهناك نلتقي بالموسيقيين الكبار. ولو تحقق ذلك لكانت رحلة ممتعة وسياحة رائعة. وأنت؟ سيد الإمبراطور الطيب، لقد كنا مسرورين، وكانت البهجة قد خيمت علينا، والسعادة قد غمرتنا. دعيني أخبرهم عن كل شيء. سيد الإمبراطور الطيب، في البداية جاءتنا العجوز ذات الرقع الملونة، ومعها قدر به حساء لذيذ الطعم لم يذق أحد منكم مثله أبداً. يعتقدان أن الأمر يصل بالإمبراطور إلى حد تذوق حسائهما. أغلق فمك أيها الفارس. أمرك أيتها الأميرة ذات القناديل الذهبية. بوم، لا تهتم بما يقول، فهو أغبى فرساننا. أكمل يا بوم. وبعد ذلك جاءنا الخياط ومعه معطفان مصنوعان من فرو الخراف. فرو الخراف؟ إنهم أيظنان أن الرغبة ستصل بالإمبراطور إلى النوم على فرو الخراف. أغلقي فمك يا أنت. بوم، لا تلتفت لهرائها، فهي سيدة حمقاء غبية. إن هؤلاء السادة المحترمين يريدون أن يمحوا ما حدث لأبي أثناء إحدى رحلته للصيد،
فهناك تناول الحساء في بيت إحدى القرويات ونام على فراء الخراف. أكمل يا بون. وبعد الخياط جاءنا الإسكافي ومعه أحذية جميلة دافئة كتلك التي ترتديها أميرة القناديل الذهبية. أما الحلواني فقد أحضر لنا طبقا كبيرا من الحلوى. حلوى؟ وكانت لذيذة الطعم. لذيذة؟ لذيذة جدا. ثم جاءتنا العجوز أمينة المصارف. هذه العجوز ملأت جيوبنا بنقود من الذهب الخالص. وبعد ذلك جاءنا الموسيقيون وأهداني أحدهم آلة موسيقية جميلة من الذهب. في البداية غنوا لنا أغنية عجيبة، ثم قمت بعزف لحن رائع لهم، فرقص الجميع فرحا وسعادة على أنغامه. ولم يقطع هذا الحفل السعيد سوى نداء كله حليل ودفء جاءنا من بعيد. كان ذلك الصوت هو صوت أمنا. لقد رأيناها تتقدم نحونا وذراعها مفتوحتان. كانت تريد أن تضمنا إلى صدرها الحنون، ولكن كان هذا الحاجب هو سبب ضياع هذه السعادة من أيدينا. أيها الحاجب، لقد خدعتني، لقد ضحكت على ذقني. هذه أمرتك أن تحضر أتعس تعيسين في الإمبراطورية كما هي العادة المتبعة سنويا، فخدعتني وأحضرت أسعد سعيدين في الإمبراطورية. سيد الإمبراطور الطيب، إنهما يكذبان. لقد عثرنا عليهما ينامان في العراء، ويكاد الجليد أن يقتلهما من شدة البرد، كما أن خياط جلالتكم والحلواني الحلواني والطباخ الطباخ لم يغادر أحد منهم القص. نادوا على الإسكافي وصانع الحلوى والخياط من داخل القصر، وسوف نعرف من الصادق، أنت أيها الحاجب أم هما؟ اسمح لي سيدي الإمبراطور الطيب أن أحاول حل هذه المشكلة من غير أن تقطع على خياط جلالتكم وعلى الأسكافي أعمالهما وواجباتهما. هو لك ما تريد، سأكون سعيدا جدا إذا توصلت إلى الحقيقة. شكرا سيدي الإمبراطور الطيب. أخبراني أيها التعيسان. لسنا بتعيسين، هذا لفظ اخترعه علينا الحاجب. الحاجب؟ لا بأس لا بأس. هل
تشعران بالجوع؟ جدا. كيف ذلك وكنتما تقولان إنكما تناولتما قبل قليل؟ حساء وحلوى. نعم أكلنا، ولكن الأكل قد هضم ونحس الآن بالجوع. لا بأس لا بأس، نترك الآن موضوع الأكل. أخبراني، أين المعطفان المصنوعان من الفرو؟ أين المعطفان؟ هل سرقتهما الرياح؟ وأين أحذيتكما المبطنة؟ أأكلتها الفئران؟ هذا قديم، هو ليس مبطنا. أين حذائي؟ أين حذائي؟ المعطفان المصنوعان من الفرو، وهذا أيضا لا يشبه معطف الفراء الذي ألبسني إياه. ألم ترني أرتدي معطفا من الفراء حين أتيت إلينا؟ هو أنا، أين حذائي المبطن؟ موضوع غامض. هذا فظيع. وليد الإمبراطور الطيب، معنى ذلك أن الحاجب أخذ منهما المعطفين لتدفئة أنفه المتجمد. وليد الإمبراطور الطيب، أنا لست لصا، هذان التعيسان محتالان، هو يدق على آلتي وهي ترقص كالقرد في الساحات. إنهما يعيشان بلا مأوى وليس لهما أهل. كفى أيها الحاجب، أرجوك. من المعقول أن أسمح بتدفئة أنفي بفرو خراف رائحته كريهة؟ إنهما لصان متسولان. أرجوك احترم نفسك، نحن شرفاء. أرجوك سيدي الإمبراطور. صمتا يا أتعس عيسين في الإمبراطورية كلها، صمتا. اسمح لي سيدي الإمبراطور الطيب أن أعاود تحقيقي معهما. تفضل. تفضل يا ناصحي الحكيم، تفضل. استمعا إلي، لقد أكدتما أمام سيدي الإمبراطور الطيب أن العجوز أمينة المصارف ملأت جيوبكما بنقود ذهبية، أليس كذلك؟ بلى يا سيدي. هذا يعني أن النقود لا زالت معكما؟ بالطبع. لا يوجد شيء. وجدتهم عملة واحدة. يا لسوء الحظ، إنه زرار المعدني. عندي إحساس غريب بأن هذا الرجل سرق ما كان معنا. هذا فظيع. ماذا تقول أيها الحاجب؟ ألتمس يا سيد الإمبراطور الطيب أن تأمر هذا الصبي أن يكف عن مضايقتي واتهامي. من يصدق أن هذين التعيسين يملكان نقودا ذهبية؟ أيها الناصح الحكيم، أمر مولاي الإمبراطور الطيب
أريد إيضاحا سريعا. قل قل يا ناصح الحكيم قل. إن كل ما رواه هذان علينا ما هو إلا 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 حلم. حلم أيوذك يا ناصحي الحكيم، سأقلدك وساما يحمل شعار أي ذكاء هذا؟ آه شكرا لك يا سيدي الإمبراطور الطيب. أي ذكاء هذا؟ شكرا. إذن إن كل ما قصصتماه كان حلما، أليس فيه شيء من الحقيقة؟ فيه يا مولاي، لم يكن حلما، إنما كان حقيقة حقيقة حقيقة. كفى كفى كفى، من الأفضل أن تعترف أنكما أتعس اثنين في إمبراطوريتي. قررنا نحن الإمبراطور أن نجعل منكما أسعد اثنين في الإمبراطورية. أيها الحاجب سيدي الإمبراطور الطيب، أعلن عن قيام الحفل السنوي الكبير احتفالا بالسعيدين بوم. الإمبراطور
شكرا سيد الإمبراطور الطيب، لقد أكلنا وشربنا وشبعنا والحمد لله، وأصبحنا نشعر بالدفء. باسمي أعلن افتتاح حفلنا السنوي الراقص. واحد اثنان ثلاثة أربعة. الإمبراطور الطيب، هذا هو النحل الجميل؟ نعم سيد الإمبراطور الطيب، هذه هي الرقصة الرائعة؟ نعم. اسمح لي سيد الإمبراطور الطيب أن أقول كلمة. كلمة؟ كلمة. تفضل. سيداتي سادتي، اعترافا منا بفضل الإمبراطور الطيب. شكرا شكرا. سيداتي سادتي، اعترافا منا بفضل الإمبراطور الطيب. شكرا شكرا. لا تعد، اسمحوا لي أن أعزف لكم لحنا بهيجا. لحنا بهيجا؟ لا بأس، هيا أعزف. أعزف. الدنيا عمل وغنى، وفراق يوما ولقاء. لا 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 ونعيم حلو وهنا، فلنهتف ما أحلى الدنيا، ما أحلى الدنيا، ما أحلى الدنيا. اللحن جميل، اللحن راقص. إنه لا يستطيع المقاومة. إنه يرقص، لقد فقد وقاره. يا ناصح الحكيم. عفوا سيدي الإمبراطور الطيب، عفوا سيداتي سادتي الكرام، لقد تجاسرت وشاطرتكم الرقص، ولكن كان من الصعب علي أن أمنع نفسي من مشاركتكم اللحن الجميل. ها أنا أرقص أرقص رحما عني. هذا معناه أن اللحن رائع جدا جدا. يا ناصحي الحكيم، تحكم في نفسك أرجوك، لا تفقد وقارك. لقد حاولت يا سيد الإمبراطور طيب، ولكن لا فائدة. أرجوك اسمح لي بالرقص اليوم فقط. أرقص 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 مكانك بوقار الحكماء. لا أستطيع. هكذا يا ناصحي الحكيم، هكذا هكذا أرقص أرقص هكذا هكذا. أرجوك أرجوك. هيا
ونرفع لا 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 ونعيم حلو وهنا فلنهتف ما أحلى الدنيا ما أحلى الدنيا ما أحلى الدنيا. مضى الآن 3 أشهر على وجود التعيسين بوم ويولا في قصري، حيث النعيم والطرف، ومع ذلك لم أسمع من أحد منهما أنه سعيد بذلك. أيها الحاجب، أمر سيدي الإمبراطور الطيب. اذهب وأتني ببوم ويولا. أمر سيدي الإمبراطور الطيب. هذا معقول؟ لم يجد السعادة بين أرجاء قصر، حيث الطعام والفواكه والعطور والرقص والموسيقى. لماذا هذا الجحود؟ لماذا ينكران الجميع؟ تفضلا بالدخول. نقدم التحية والاحترام لسيدنا الإمبراطور الطيب. أهلا بأسعد سعيدين في إمبراطوريتي. معذرة سيدي الإمبراطور الطيب، إذا قلنا إننا لسنا بسعيدين كما يظن صاحب الجلالة. ولماذا؟ أينقصكما شيء؟ هل قصر أحد في حقكما؟ لا يا سيدي الإمبراطور الطيب، لك الشكر الجزيل، ولكننا نشعر أننا افتقدنا أشياء كثيرة، مثل الإحساس بالبرد والشعور بالدفء. ولكي نحس بالدفء يجب أن يلسعنا البرد، وعندما يلسعنا البرد ندرك أهمية الدفء. إننا في قصرك يا سيد الإمبراطور الطيب، نعيش في فصل واحد دائم، حياتنا أكل وشرب ونوم، لا ينقصنا شيء ولا نسعى للشيء. لقد تراخينا ودب فينا الكسل، وكأننا تحف في متحف أثري تنظف صباحا ومساء. ضاع الأمل والعمل. الحياة خارج القصر جميلة رائعة. سيد الإمبراطور الطيب، نشكرك جدا ونرجو أن تسمح لنا بمغادرة قصركم العامل. يا للوقع، إنه ولد صليط اللسان وهي فتاة ناكرة جميلة. إنهما يرفضان السعادة. أنتم لا تعرفون السعادة الحقيقية سيد الإمبراطور الطيب. في فصل الربيع تقام حفلات الزواج، ونحن نشارك فيها وننشر الفرح والسرور على العروسين الشابين. سيد الإمبراطور الطيب، على شاطئ البحر نسيم لطيف، ومن بين أغصان الشجر يأتي إلى الأسماع تغريد الطيور، وفي الصباح نستيقظ على شقشقة العصافير. دعنا نذهب نذهب نذهب، دعنا نذهب نلعب نلعب نلعب، لا لن نتعب، نغفو في حضن الأرض الأخضر، نتغطى بالورد الأحمر، نخطو نحو الأمل الأرحب، نذهب نذهب نذهب، دعنا نذهب، نبرد والشمس تدفينا، ندفأ والغيب يغطينا، والقمر يطل يلاعبنا، والطير يغني 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 فيطربنا، والنحل مع الوردة يلعب، الورد مع النحلة يلعب.
نذهب 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 دعنا نذهب نوقظ نحن الديكة فيصحو كوكو 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 نرقص ويغني لنا الصبح نعطش والجدول يروي والنسمة تحضن أيدينا ونلف الدنيا 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 ولا نتعب نذهب 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 دعنا نذهب يا ناصح الحكيم ما العمل؟ أوجد لي حلا لما سمعت أرجوك الحل هو إطلاق سراحهما الآن وفي هذه اللحظة إنهما أغبى غبيين لا يشكران النعمة لا يقدران السعادة التي يعيشان فيها الآن أيها الناصح الحكيم إذا كنت تعتقد أن بوم ويولا أغبى اثنين في الإمبراطورية فهذا يعني أنني أيضا غبية ذهبية أليس من حقي أن أفكر وأن أقول ما أراه صوابا بصفتي الناصح الحكيم للإمبراطورية أوه إن الجلوس معك والاستماع إلى أقوالك مضيعة للوقت أتعرف لماذا تصدر دائما أحكاما غبية؟ لأنك لا تعترف بجمال الطبيعة وروعة المروج ومتعة الاستماع إلى الطيور المغردة ولأنك لا تشارك الناس أفراحهم وسعادتهم ابنة سيدنا الإمبراطور أميرة القناديل الذهبية تتجول وتتنزه في الحدائق والساحات العامة تتنزه وتحضر حفلات الأعراس في القرى والمدن حفلات الأعراس؟ هذا فظيع هذا خطر سيدي الإمبراطور الطيب الرأي أن تأمر بطردهما حالا مر بإبعادهما يا سيدي الإمبراطور قبل أن تتدهور الأمور إن الناصح الحكيم خائف أن يعزف بوم فلا يستطيع أن يقاوم الرقص مر بطردهما يا سيدي الإمبراطور إنهما خطر على الجميع ففي وجودهما خطر على الأميرة خطر على الأميرة ابنتي الوحيدة أميرة القناديل الذهبية لا 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 أيها الحاجب سيد الإمبراطور الطيب أبعدهما الآن أخرجهما من قصري أخرجهما فورا لا لا يا أبي لا أرجوك لا يا أبي لا وداعا يا حبيبتنا وداعا وداعا يا صديقتنا وداعا سنرحل عنك الآن فلا تنسي حيانا وقول لنا وداعا وداعا يا أحبائي وداعا يا أعزائي لماذا بعدكم عني وماذا قد جرى مني فقلتم لي وداعا وداعا
لقد رحل، رحل وضحت البسمة وتلاشت الساعات. لقد تبعهم الجميع، حتى الطيور والحيوانات والفراشات صاروا خلفهم. بوم يا الله، أودا أودا أودا. أشعر بضجر شديد، وأنا أيضا. وأنا كذلك. سيد الإمبراطور، نحن لا ندري ما سر هذا الضجر الذي أصابنا. أيها الناصح الحكيم، لقد تمكن مني النعاس. ما هذا الملل؟ ما العمل؟ أرجوك افعل شيئا من أجلي. أنا مثلك استبد بي الملل وضاعت مني الحكمة. أصبحت لا أستطيع شيئا. أبي أبي، أصدر أوامرك بعودة بوم ويولا. أرسل في استدعائي محالا يا أبي، أرجوك أرجوك. أنا بدونهما في غاية التعاسة. أرجوك يا أبي أرجوك. ما رأيك أيها الناصح الحكيم؟ عفوا سيد الإمبراطور. طيب انتظر قليلا، لقد هربت مني الحكمة. عسى أن تعود ثانية، أريد أن أنام. حتى أنت أيها الناصح الحكيم، كم أتمنى أن يعود كل شيء إلى سابق عهده، إلى سابق عهده. أيها الحاجب، لقد اتخذنا قرارا. إنه حظ العاثر، إنها لمهمة شاقة. أين سأجدهما الآن؟ يطردونهما من القصر ثم يطلبونهما بعد رحيلهما. ها، لا أصدق عيني. بوم ويولا، إنني لمحظوظ. بوم يولا، بوم يولا، الحاجب الأمين. نعم، الحاجب الأمين سيد الإمبراطور الطيب أمرني بإحضاركما. لماذا؟ أميرة القناديل الذهبية مريضة منذ رحيلكما. مريضة؟ نعم مريضة وحزينة ووحيدة. مسكينة أميرة القناديل الذهبية، يحز علينا فراقها. ولكن بوم، هيا هيا نعود إلى القصر. هيا هيا، هيا.
أجمل الأميرات، لم نأتي كضيوف ولكن أتينا لنأخذك معنا إلى حفلات الأعراس وكرنفالات الربيع، وهناك سنعزف ونغني أجمل الأغنيات. معنى ذلك أننا سنفترق مرة أخرى وأعيش وحدي حزينة تعسة. عندما تشاركين الناس أفراحهم ستشعرين بسعادة غامرة، وسيسعد الناس عندما يعرفون أن أميرة القناديل الذهبية بنت الإمبراطور الطيب حضرت أفراحهم. لا 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 تقول لأحد شيئا عن حقيقتي، قل إنني صديقة لكم فقط. قل سندس. سندس؟ اسم جميل حقا يا سندس. والآن كيف أخرج من القصر؟ اخرجي من بوابة القصر. الحراس يمنعونني، ينفذون أوامر أبي. لا تحملي هما، هيا سندس هيا. هيا اضحكي لا تحزني وعبري ولوني دنياك حبا وأمني، فنحن أصدقاء كيف خرجت؟ أين كنتم أيها الحراس الأشداء؟ ستسجنون جميعا. ابحثوا عنها، ابحثوا عنها في كل مكان، وبعد ذلك ستدخلون السجن، السجن إلى الأبد. ابنتي ابنتي، أين ابنتي؟ سيدي الإمبراطور، انظر، ها هي الأميرة مقبلة وهي ترقص وتغني مع بوم ويولا. ابنتي وبوم ويولا، ها هم يقتربون. لك جائزة أيها المبشر بالخير. أبي بوم يولا ابنتي. أرجو عفوك يا والدي، لقد ذهبت مع بوم ويولا لإدخال السعادة إلى قلوب بعض التعساء من رعيتك. تعساء؟ نعم تعساء، نعم، لكن شرفاء، يعملون ليلا ونهارا، يزرعون الأرض ويشيدون المباني، ولا يعرفون إلا الحب والخير. الحب والخير؟ شاركناهم أفراحهم وغنينا لهم. نحن يا سيد الإمبراطور العادل ندعوك لحضور احتفالات العرسان وكرنفالات الربيع مرة واحدة فقط. سترى الحب الحقيقي والبساطة والوفاء. سيد الإمبراطور قد صمتا صمتا أيها الناصح. سيد الإمبراطور الطيب، سترى الناس البسطاء وإخلاصهم وحبهم لك. لا
لقد زاد شوقي إلى رؤية هؤلاء الناس. سيد الإمبراطور سامتان. سامتان يا ناصح الحكيم سامتان. تعال معنا يا سيد الإمبراطور الطيب وسترى أعدادا هائلة من التعساء. تعساء حقا؟ نعم. سأذهب معكم لأرى بنفسي كل شيء. أوه. وأتعرف على الجميع وأحضر حفلات الربيع والأعراس. أوه. وأرى عن قرب أحوال رعيتي. سيدي، وإن صدق ما قلتم عزلتم الناصح الذي خدعني وقال لا يوجد تعساء في الإمبراطورية. وإذا وجدت تعساء يا سيد الإمبراطور الطيب سأجعلهم جميعا سعداء. لعام واحد فقط؟ بل سأجعلهم سعداء طيلة حياتهم. لن يعيش في إمبراطوريتي تعيس ما دام يعمل في جد وإخلاص. سأجعلهم جميعا سعداء وسنعيش جميعا في سعادة لا تنتهي أبدا بعون الله. وليكن كرنفالا لا ينتهي أبدا، الكرنفال الكبير. لن يبقى للحزن مجال، احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال، كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال، الاحتفال، كرنفال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن. ونغني أحلى غنينا ونحقق في أمانينا وننادي للحب تعال للحب تعال للحب تعال. احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال، كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال. لون بألوان الفرح وارقص مع قوس قزح وانشد أناشيد المرح واسبح بأمواج الخيال. لون بألوان الفرح وارقص مع قوس قزح وانشد أناشيد المرح واسبح بأمواج الخيال. احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال، كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال، الاحتفال، كر 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 كر.
للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال. احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال كر 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 كرنفال. لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال. احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال كر 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 كرنفال. لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال، لن يبقى للحزن مجال. احتفال كرنفال، احتفال الكرنفال، الكرنفال كرنفال، احتفال كرنفال، الاحتفال كر 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 كر.